اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض شويه عن الايرفويلز والوينجز. الوينجز يمكن سمعنا قبل كده، ويعني غير محتاجين للتعريف كتير. هما اللي اساسا بيرفعوا اي طياره، وهم اللي بتطير بيهم كل الطيور. الايرفويلز بقى دي اسم جديد، بعضنا يمكن سمعه قبل كده وبعضنا ما سمعش عنه قبل كده. هنحاول نتعرف عليها وبعدين نشوف علاقتهم ببعض، ونشوف الوينج بيعمل ايه والايرفويل بتعمل ايه جوه الوينج، بحيث ان احنا يبقى عندنا خلفية معقولة عن الاساسيات بتاع طيران اي طيار. اول سؤال نحب نجاوبه مع بعض هو السؤال بتاع يعني ايه ايرفويل. الايرفويل هي المقطع بتاع جناح الطيار، يعني باختصار لو قطعنا جناح الطيارة زي ما في الرسمة اللي قدامنا دي، هنشوف شكل. الشكل ده بنسميه شكل انسيابي، بنسميه شكل ناعم، بنسميه زي ما نسميه، بس هو ده الشكل التقليدي لأي ايرفويل. عادة الشكل ده بيتكرر في الأجنحة، بس بيتكرر بنسب مختلفة إلى حد كبير، لكن في طبعا أجنحة لها مهام خاصة ممكن الايرفويل بتاعتها تبقى شكلها مختلف خالص عن اللي احنا شايفينه ده. هوايفر لو هنعرفها تعريف واحد وسريع، يبقى الايرفويل هي المقطع بتاع الجناح. طيب إذا كان ده شكل المقطع، تعالوا نتعرف على بعض المسميات اللي بيتوصف بيها المقطع ده. كل ايرفويل بيبقى شكلها قلنا ممكن يختلف شويه عن شكل الثانيه، لكن لهم بعض الحاجات اللي مشتركين فيها كاسامي، ده اللي بنسميه النومنكليتشر، ايرفويل نومنكليتشر.